السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب سنة تانية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رحمة وائل من الفرقة التالتة، والنهاردة ان شاء الله هناخد محاضرة سهلة جدا بعنوان الدايوريتكس. قبل ما نبدأ في المحاضرة عايزة اكلمكم كلمتين. واحنا في المذاكرة بتاعتنا والمحاضرات الكتيرة قوي المتراكمة علينا دي، والامتحان اللي بعد كام يوم، واللي مش عارفين هنحله ايه ازاي اصلا، ولا امتى ولا فين، ومش عارفين نخلص كل الحاجات اللي ورانا دي امتى، عايزه افكر نفسي وافكركم بحاجتين مهمين جدا جدا جدا، وهما المفتاح الرئيسي في حل كل المشكلات اللي عندنا دي، وكل الزنقه اللي احنا فيها دي اللي كل مره بنتزنق فيها. اول حاجه وهو الدعاء، تاني حاجه التوكل على الله سبحانه وتعالى. عارفين كلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء اللي بيقول فيه: ينزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. لو كل يوم صليت لك ركعتين كده قبل ما تنام، كلنا بننام متأخر شوية بعد 12 مثلا معظمنا، فلو صليت لك ركعتين قبل ما تنام ودعيت ربنا سبحانه وتعالى، فأنت كده يعني أصبت خير كبير جدا، ويعني وصلت لأجر عظيم قوي، وربنا إن شاء الله هيستجيب لدعائك ده. تاني حاجة هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. كلنا برضو عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. فاحنا عايزين يا جماعة ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يسترنا أمرنا ويبارك لنا في وقتنا وفهمنا وحفظنا وينفع بينا، وكمان بعد ما ندعو الله نتوكل على الله حق التوكل، نرمي كل الحمول على ربنا ونبدأ نشتغل. تمام؟ رغينا شوية، بس الرغي ده مهم جدا، علشان احنا بنحتاج دايما ان حد يفكرنا باللي احنا عارفينه، بس بنحتاج دايما ان احنا نفكر بعض. صحيح ما تنسيش انك يعني لما تلاقي نفسك زهقان او مخنوق كده ما تكسلش، قوم اتوضى حتى في الساعة دي وصلي لك ركعتين قضاء حاجة، وادعي ربنا سبحانه وتعالى، مش لازم في الثلث الاخير من الليل، في اي وقت ادعي ربنا وانت موقن بالاجابة، وربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيستجيب يوفقك وييسر لك. عمرها ما مشيت بشطارتنا، دايما بتمشي وبتعدي بفضل ربنا ورحمته. تمام جدا. تمام، نتكلم بقى عن الدايوريتكس او مدرات البول. المحاضره دي على فكره محاضره سهله جدا وبسيطه خالص، من المحاضرات القليله اللي انا بحبها في الفارما، وبحسها بتعتمد اكتر حاجه على الفهم مش الحفظ. المحاضره مفتاحها في حاجه بسيطه قوي، وهو انك هتعرف حاجه معينه او مفهوم معين في المحاضره هتمشي بيه طول المحاضره. هتلاقيني معظم المحاضره انا بسالك وبقول لك الدواء الفلاني بيعمل ايه، وهتلاقيك انت عارف. تمام، فركز معايا كده وخليك متحمس، وعشان يعني نبدا على طول ونخلص الدنيا سريعا سريعا ان شاء الله. قبل ما نبدا على طول عايز بس اعرفك ان في الموديول ده عندكم 4 محاضرات فارماكولوجي، يعني 3 محاضرات وتوتوريال. يعني اول محاضره هي كانت يورينري تراكت انفكشن، ودي تاني وتالت محاضره بعنوان الدايوريتكس. فاللي هنشرح في الفيديو ده هو تاني محاضره اللي هي دايوريتكس بارت 1. تمام كده، اتفقنا؟ طيب عايزك بقى توقف الفيديو دقيقه واحده وتقرأ الحديث ده. يا ربي ده مش حديث يا جماعة، تقرأ الدعاء ده وبنية صافية كده وبقلب صادق، علشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ان شاء الله. تمام، اعتبرك انك قرأت الدعاء وجيت، ماشي؟ اقرأه وما تكسلش، مش هياخد منك دقيقة. طيب عشان نتكلم عن الدايوريتكس يعني مدرات البول، فلازم نتكلم عن خلفية فسيولوجي، وعشان نتكلم عن خلفية فسيولوجي عن الكدني، فنتكلم عن وحدة وظيفية للكدني وهي النفرون. كلنا عارفين من زمان جدا ان الكدني او النفرون قصدي بيتكون من باومانز كبسول وجلوميرولوس، وعندك بينزل هنا بقى بعد ما يترشح ده هنا اوعيه دمويه، بيترشح منها المواد المعينه اللي عايزه نخرجها في اليورين، وبتمشي في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، وبعدين في اللوب اوف هنل اللي بيتقسم ثين ديسندنج لوب اوف هنل وثيك اسندنج لوب اوف هنل، وبعد كده يروح للديستال كونفوليوتد تيوبول ومنه للكولكتنج داكت، عشان يتجمع كولكتنج دكت مع كولكتنج دكت، ينزل يعمل يروح للايه لليوريتر، ومنه لليونري برادر، وينزل ايه اليورين. عظيم جدا. طيب يا سيدي عايز افكرك كمان ان انا عندي افرنت ارتريول وافرنت ارتريول. الافرنت ارتريول بيخش منه البلط اللي داخل الكدني عشان يتفلتر هنا في الباومانز كبسول، وبعدين يخش الحاجات اللي اتفلترت تخش في الايه في التيوبيولز وهكذا وتمشي. الافرنت ارتيول ده بيطلع كده يكمل يعني فيسل، وبيتفرع منه فيسلز بتتنيها ماشيه بطول النفرون، علشان يحصل هنا على بطول النفرون في اي حته مش لازم في البروكسيمال، يعني بيحصل تبادل ما بين التيوبيول
والمواد الموجوده في البلاط بيحصل بيه ابزوربشن لمواد معينه، وبيحصل اكسكريشن لمواد معينه عشان حاجات تخرج وحاجات احتفظ بيها في الجسم بتاعي. عايزه بس افكرك بالنقطه دي، بيحصل تبادل ما بين التيبيول والبلاط فيسل. تمام. ما هي الديوريتكس؟ الديوريتكس دي عباره عن دراجات ادويه بتزود الفوليوم اوف يورين، تمام، بتزود حجم اليورين. طيب طبيعي، مدرات للبول. عايزه افرق ما بين مصطلحين او بين مجموعتين كبار في الديوريتكس، وهي الناتريوريتكس والاكواريتك. ناتريوريتكس واكواريتك ايه الفرق ما بينهم؟ الناتريوريتك من اسمها كده ليها علاقه بالصوديوم، دي ديوريتكس بتشتغل عن طريق ان هي بتزود الصوديوم اكسكريشن باي ذا كدني. طب انا استفيد ايه؟ قال لك ما احنا عارفين من زمان ان الصوديوم ملح، والملح بيحب الميه. طب وما تلاقي ملح في حته اعرف انه هيسحب معاه ميه، فانا دلوقتي عايز اخرج ميه، صح؟ خلاص ابقى انا هلتزم ان انا اخرج في تيوبيولز صوديوم، هزود الاكسكريشن بتاع الصوديوم، يوم الصوديوم يسحب مع ميه، فانا هزود الميه كده اللي داخله في التيوبيولز، وهزود الميه اللي نازله في اليورين بشكل عام. طب ايه هي امثلتها؟ عندك السي اي اي بنسميها كاربونيك انهيدريز انهيبيتورز، والثايازايد، واللوب دايريتكس، والبوتاسيوم سبيرنج دايريتكس. اصبر عليا، تاني حاجه الاكواريتكس. الاكواريتكس دي من اسمها اكوا، واكوا يعني ميه. ايوه صح، دي دايريتكس بتشتغل عن طريق انها بتزود الووتر نوت سولت اكسكريشن، بتزود الميه خروج الميه على طول، ملهاش علاقه بقى بالصوديوم، ما بتجيبش الصوديوم وتقول له تعالى خرج لي ميه، لا ده هي دي الاكواريتكس دي بتشتغل على طول انها بتخرج الميه على طول. طب مين دي؟ قال لك زي الاوزموتيك دايوريتكس، احنا عارفين من زمان اوزموتكس او اوزموزس يعني حاجه ليها علاقه بالميه، تمام. فازوبريسن انتاجونستس وايثانول. طيب المفروض انا هحفظك الحاجات دي؟ لا، انت هتحفظها لوحدك اصلا اول ما تخلص المحاضره دي والمحاضره اللي بعد دي على طول ان شاء الله، هي المحاضره الثانيه والثالثه اللي بعنوان الدايركتكس. فانا مش عايزاك تتعب نفسك خالص في انك تحفظ الاسماء دي كلها، بس اعرف ان الناتريوريتك تبعها الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز والثايزايد واللوب والبوتاسيوم سبيرنج دايركتكس، والاكواريتك تبعها الحاجات دي. طب احفظها من دلوقتي؟ من دلوقتي لا، ما انت لما تيجي هنشرح كل واحد من الحاجات دي لوحدها، ولما نشرحها لوحدها هنقول ان هي ناتريوريتك بتشتغل بالطريقه الفلانيه، فدول هيتحفظوا لوحدهم. طب انا دلوقتي في المحاضرة ده في المحاضرة دي في الفيديو ده هاخد ايه؟ هاخد الثايزايد وهاخد اللوب دايريتكس بس، وهم سهلين جدا جدا جدا. طيب عشان ابدا في الادويه، قبل ما ابدا فيها لازم اعمل لها كلاسيفيكيشن، اقسمها. هقسم الدايريتكس لحاجات اكسترا رينال وحاجات رينال. طيب الحاجات الاكسترا رينال يعني ايه؟ اسمها اكسترا يعني بره، ورينال يعني حاجه ليها علاقه بالكدني يعني، تمام. يبقى دي دراجز او ادويه بتشتغل عن طريق انها بتزود اليورين فورميشن. ازاي؟ باي اكتنج اون extrarenal mechanism، ما بتلمسش الكدني خالص وهي بتشتغل، ده بتعمل حاجات تانية. الحاجات التانية دي لما بتحصل بتزود لي اليورين فورميشن، وهنعرف دلوقتي ازاي. الاكزامبلز بتاعتي، اول حاجة المية والالكحول. مش انت دايما لما بتلاحظ انك لما بتشرب مية كتير بتخش الحمام كتير؟ طب ايه السر؟ الناس اللي بيشربوا مية كتير او الالكحول، ربنا يعافينا ويعافيكوا، يعني الاثنين بيعملوا نفس الميكانيزم، الاثنين بيقللوا ال ADH او بيثبطوا ال ADH هرمون، وبالتالي بيحصل دايوريسيس. طب براحة كده نفتكر من الفسيولوجي، ايه هو الـ ADH؟ هو انتي دايوريتك هرمون. يعني ايه؟ يعني هرمون مسؤوليته ان هو يقلل خروج المية، عظيم. طب انا لما اعمل تثبيط للـ ADH ده ايه اللي هيحصل؟ يبقى انا كده هزود خروج المية بشكل بسيط جدا. طيب يا سيدي، ده بالنسبة للمية والالكحول. بالنسبة لدواء اسمه ديجيتاليز، قالك العيان لما بياخد ديجيتاليز ده بيزود اليورين انفورميشن. طب ازاي؟ قالك عندي دواء ديجيتاليز لما ادينا العيانين في الكونجستيف هارت فيلير. ايه الكونجستيف هارت فيلير ده؟ الكونجستيف هارت فيلير او الهارت فيلير يعني بشكل بلدي كده بيقولك ان هو مرض القلب فيه بيكون تعبان، مش قادر ان هو يضخ الدم كويس، نسميه فشل في عضلات القلب، القلب مش قادر يضخ الدم. طيب وبالتالي الدم بيتراكم في غرفات القلب يعني، ومش عارف القلب يضخ الدم كويس يوصل لاعضاء الجسم، تمام كده. طب انا ديجيتاليز هاجي اعالج الموضوع، يبقى انا اكيد هعمل ايه؟ هزود الكاردياك اوتبوت. يبقى الكونجستيف هارت فيلير كان مشكلته ان هو الكاردياك اوتبوت قليل، يبقى ديجيتاليز اكيد هيزود الكاردياك اوتبوت، عظيم. طب لما الكارديك اوتبوت هيزيد ايه اللي هيحصل؟ اكيد البلود اللي رايح للكدني هيزيد، فهيزيد الرينال بلود فلو، ولما يزيد الرينال بلود فلو هيحصل ايه؟ هيحصل زياده للجلوميرولر فلتريشن ريت. كل ده طبعا انت عارفه وحافظه صم من الفسيولوجي، عظيم جدا يا سيدي. ان الكارديك اوتبوت لما يزيد كميه الدم اللي داخل الكدني هيزيد، فيزيد الفلتريشن فهيزيد اليورين، كلام جميل. مثال ثالث وهو الالبيومين. الالبيومين ايوه، الالبيومين بروتين. قالك بدي البيومين في ناس اللي عندهم هايبو البيومينيميا، عندهم نقص في الالبيومين او الالبيومين عندهم في الدم قليل، فانا هديله البيومين انتروفينس. هيحصل ايه؟ احنا عارفين ان الالبيومين عنده هاي بلازما اوزموتيك بريشر، صح؟ هاي اوزموتيك بريشر يعني، وبالتالي لما يخش في الفيسلز بتاعتي هيزود البلازما اوزموتيك بريشر، هيخلي الفيسلز تسحب ميه من التيشوز اللي حواليها، وده هيكتر الكميه او الفوليوم بتاع البلاد،
ولما الفوليوم بتاع البلد يزيد يحصل ايه؟ يحصل زيادة في الرينال بلاد فلو، ومنها زيادة للجلوميرولر فلتريشن ريت، ومنها زيادة لليورين. طيب يا سيدي، مثال تاني زي الدوبيوتامين. الدوبيوتامين ده دواء زيه زي الدجدالس بالظبط، بيستخدم في امراض القلب يعني، ونفس تقريبا الايه الطريقه او الميكانيزم. تمام. عندي دواء ماده زي الزانثين، زانثين او ميثايل زانثين، الاثنين نفس الحاجه. الزانثين او ميثايل زانثين بيشتغلوا ازاي؟ عن طريق ان هم بيعملوا رينال فازو دايليتيشن، وبالتالي بيزودوا رينال بلاد فلو. طب بلاقي الزانثين ده فين؟ ممكن الاقيه في الشاي، في القهوه، في الحاجات اللي زي كده. يبقى ماده الزانثين دي لما بتخش جسمي بتعمل فازو دايليتيشن للرينال فيسلز، وبالتالي لما اعمل فازو ديليتيشن كميه البلاد اللي داخل الكدني هتزيد، ولما كميه البلاد هتزيد هيحصل زياده في الرينال بلاد فلو يعني، وزياده في الجلوميرولر فلتريشن ريت. عظيم. يبقى بشكل سريع جدا اقول لك ايه الحاجات اللي بتشتغل اكسترا رينال. عندي زي الميه والكحول بيظبطوا الاي دي اتش، ديجيتاليز في الكونجستيف هارت فيلير بيزود الكاردييك اوتبوت وبالتالي بيزود الرينال بلاد فلو فيزود الجلوميرولر فلتريشن ريت. الالبيومين في الهايبو البيومينيميا بيزود البلازما اوزموتيك بريشر، فبيسحب ميه من التيشوز اللي حواليها، يزود الفوليوم اوف بلاد وبالتالي بيزود الرينال بلاد فلو فيزود الجلوميرولر فلتريشن ريت. الدوبيوتامين نفس الديجيتاليز. الزانثين بيعمل فازو ديليتيشن وبالتالي بيزود الرينال بلاد فلو. طيب ايه الحاجات اللي بتشتغل اكسترا بتشتغل رينال بقى؟ قال لك دي حاجات بتزود اليورين انفورميشن باي اكتنج اون رينال ميكانيزم. عظيم جدا. يعني بتروح تشتغل على الكدني، بتروح تشتغل ليها علاقه بالكدني، مش من بره بقى بره كده، لا بتشتغل على الكدني على طول. عندي مين؟ عندي اوزموتيك الكترولايت، بنسميها ناتريوريتيك، اللي هي ايه؟ قلنا ان لها علاقه بالصوديوم، بتخرج صوديوم يسحب مع ميه يخرج ميه. بعد كده اوزموتيك نون الكترولايت واسيديفاينج ايجنتس او الاسيديفاينج زي ال NH4Cl اللي هو الكلوريد الامونيوم. تمام. طيب الاوزموتيك الكترولايت زي مين؟ اول حاجه اللوب دايوريتكس، ودي بتكون هاي افيكاسي. اللوب دايوريتكس بتكون هاي افيكاسي. تاني حاجه الثايازيد دايوريتكس، دي بتكون مودريت افيكاسي. تالت حاجه الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز والبوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس، دي بتكون لو افيكاسي. زي مين؟ عندي يوريا وجلوكوز ومانيتول يا جماعه. كل الحاجات، بص الرينال ميكانيزم، كل الرينال ميكانيزم ده هو هيتاخد بالتفصيل خلال المحاضره دي واللي جايه. انا دلوقتي مش عايزاك تحفظ اي حاجه، الحاجات دي كلها هتتحفظ واحنا بناخد. تمام. واحنا بناخد كل دواء او كل مجموعه ادويه من دي، ماشي؟ بس انا عايزك تعرف ان الحاجات اللي بتشتغل رينال ميكانيزم اوزموتيك الكترولايت واوزموتيك نون الكترولايت. الاوزموتيك الكترولايت لوب دايوريتكس وسايزايد دايوريتكس كربونيك انهيدريز انهيبيتورز وبوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس زي ما قلنا في الاول، صح؟ ماشي. وعندي يوريا وجلوكوز ومانيتول والاوزموتيك نون الكترولايت، وعندي اسيدفاينج ايجنت اللي هو ال NH4Cl، ده برضه هيتاخد. كل ده هيتاخد خلال المحاضره، فما تستعجلش على نفسك. طيب الرينال دايوريتكس، عندي الرينال دايوريتكس ان هناخدها في المحاضره دي زي ما قلنا ثايزايد دايوريتكس ولوب دايوريتكس. طب احنا دلوقتي هناخد ايه؟ هناخد الثايزايد دايوريتكس. ماشي يا سيدي. قالك الاول عايز اعرف كلام بسيط كده عن الثايزايد دايوريتك. اول حاجه الانسيت بتاعه لما باخد دواء الثايزايد دايوريتك ده، هو طبعا الثايزايد دايوريتك ده عيله ادويه، في منها امثله على ادويه هناخدها في البريبريشنز دلوقتي بعد شويه يعني، ماشي؟ مثلا لما باخد الدواء ده الانسيت بتاعه عمال يجي يشتغل، هل هو رابيد انسيت ولا ديليد انسيت؟ قالك لا هو ديليد انسيت. ليه؟ عشان انا باخد اورال. احنا عارفين اي حاجه بتتاخد اورال بيبقى ليها ديليد انسيت، ما عمال بقى تمر بالجي اي تي ويحصل لها هضم، يحصل لها قصدي امتصاص وما الى ذلك، ماشي؟ طيب يبقى هي delayed onset عشان بتتاخد oral. عظيم. طب ايه الافكت بتاعها؟ عندها moderate efficacy، يبقى الثايزايد دايوريتكس moderate efficacy. عظيم. طيب السايت اوف اكشن بتاعها؟ قالك تشتغل في الفيرست بورت اوف ديستال كونفوليوتد تيوبول. ادي يا سيدي الديستال كونفوليوتد تيوبول اهي، هي بقى بتشتغل في الفيرست بورت اوف ديستال كونفوليوتد تيوبول. ماشي كده اتفقنا. يبقى هنطلع من هنا بايه؟ ان انا عندي ثايزايد دايوريتكس ولوب دايوريتكس. ثايزايد دايوريتكس delayed onset عشان بتتاخد orally، moderate efficacy وبتشتغل على الفيرست بورت اوف ديستال كونفوليوتد تيوبول. تمام جدا. بص بقى الصوره الحلوه دي كانت في محاضره الدكتوره، وصوره جميله جدا جدا. انا مش عايزاك تشغل بالك بكل الحاجات اللي مكتوبه دي، بص على اللي انا هقول لك عليه على طول. نراجع، ادي الجلوميرولس، باومنز كبسول، بروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، ثين ديسندنج لوب اوف هانل، ثيك اسندنج لوب اوف هانل، ديستال كونفوليوتد تيوبول وكولكتنج داكت. ماشي. انا دلوقتي هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن الثايزايد. طيب ادي الثايزايد هي سيدي بتشتغل في الديستال كونفوليوتد تيوبول في الفيرست بورت. طيب هنتكلم دلوقتي عن الميكانيزم. الميكانيزم بتاعها سهل جدا وبسيط، زي ما قلت لك اعرف حاجه افهمها والباقي هتعرفه كله لوحدك. طيب حاجه بس تعرفها، وهو ان انا عندي هنا في الفيرست بورت اوف ديستال كونفوليوتد تيوبول عندي صوديوم كلورايد بومب. ماشي. الصوديوم كلورايد بومب دي بتعمل ايه؟ قال لك دي مسؤوله عن انها تاخد الصوديوم والكلورايد اللي ماشيين هنا في التيوبول وترجعهم تاني للدم.
تمام علشان احتفظ بيهم عشان هما مهمين بالنسبه لي. يبقى الصوديوم كلورايد بومب دي بتاخد الصوديوم اللي موجود هنا في الـ في الـ في الـ في الدستر كونفوليوت في الدستر كونفوليوت بيور، صوديوم كلورايد اللي ماشي هنا، وترجعه تاني للدم، تقول انت رايح فين انا عايزك، ماشي، ترجعه تاني للدم وتمشي بقيه الحاجات من غيرهم. طيب انا لما اجي كسازايد دايوريتك اجي اشتغل، هشتغل ازاي؟ قال لك هروح انشن على البومب دي واعمل لها انهبيشن، وبالتالي لما اعمل لها انهبيشن مش هتعرف ترجع الصوديوم والكلورايد للدم تاني، وبالتالي هحافظ على الصوديوم والكلورايد جوه التيبيول. يعني ايه؟ يعني الصوديوم موجود جوه التيبيول يعني هيسحب لي ميه، والصوديوم يسحب لي ميه يبقى انا كده اشتغلت من الثيوريتيك افكت، صح؟ سحب لي ميه يبقى انا عملت اللي انا عايزه، عملت دايوريسيس، سحبت الميه عن طريق ان انا خليت الصوديوم موجود ونزلته في الايه، نزلت الميه في اليورين. تمام كده الكلام؟ يبقى اول حاجه بتحصل ان الصوديوم دلوقتي بخليه موجود جوه الايه تيبيول، بقفل البمب اللي بترجعه للدم، ولما بقفل البمب اللي بترجعه للدم بيحصل ايه؟ بيحصل ان الصوديوم تاني موجود ويسحب حواليه، يسحب ميه 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 وبعدين يخرج ميه كتير في الايه، في اليورين. تمام. طيب يا سيدي دلوقتي انا كميه الصوديوم اللي ماشي عندي في التيوبيول كبيره علشان انا ما رجعتوش للدم، انا احتفظت بيه في التيوبيول، فهتاني ماشي صوديوم كتير صوديوم كتير صوديوم كتير صوديوم كتير صوديوم كتير صوديوم كتير، يوصل عند بمب نسميها بوتاسيوم هيدروجين بمب. الديستال كونفوليوتد تيوبيول تلاحظ كده تقول ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، ازاي الصوديوم ماشي هنا، المفروض الصوديوم يرجع للدم، صح؟ فتقول له استنى انت رايح فين، خليك كده وقف عندك وبعدين رجع لي يا ابني الصوديوم ده مكانه، فترجع الصوديوم للدم تاني ومكان الصوديوم تدخل بوتاسيوم. تمام، يبقى مكان الصوديوم تدخل ايه، تدخل بوتاسيوم وهيدروجين، بس البوتاسيوم هو المينلي يعني، ماشي، مكان الصوديوم هتدخل بوتاسيوم، وبالتالي انا كده عملت حاجتين، اول حاجه زودت الميه اللي ماشيه في التيوبيول، زودت يعني عملت دايوريسيس عن طريق ان انا زودت الصوديوم اللي ماشي، سحب لي ميه، بعد ما سحب لي ميه وخدت منه اللي انا عايزه قمت مرجعه تاني للدم عشان هو عنصر مهم، ونزلت مكانه البوتاسيوم، ماشي يا سيدي. طيب ده كده بشكل عام، هنقول الكلام ده كله تاني بالتفصيل، ماشي، بس انا ايه حبيت اعرفكم الموضوع كده. طيب بص كده يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، ميكانيزم اند فارماكولوجيكال افكت، ايه اول حاجه بتحصل؟ السايزايد دايريتك بتشتغل ازاي؟ اول حاجه هي بتنهبت، ثانيه واحده ارجع، بتنهبت الصوديوم كلورايد كو ترانسبورت، بتيجي على الصوديوم كلورايد كو ترانسبورت وتقول وتعمل لها انهبيشن، وبالتالي تعمل ان ذا فيرست بارت اوف ذس كونفولوتد تيوبيو العظيم، وبالتالي بتقلل الري ابزوربشن اوف الصوديوم والكلورايد، بتخليهمش يحصل لهم ري ابزوربشن، مترجعهمش للدم، بتحتفظ بيهم في التيوبيول، وبالتالي يحصل لوس للصوديوم with H2O ولوس للكلورايد، هي بتفقد الصوديوم ومعاها ميه، طبعا الصوديوم هيسحب ميه وكمان هتفقد الكلورايد عشان ايه، منعت برضو ري ابزوربشن بتاع الكلورايد، عظيم. طيب بيقول لك كمان لما بيحصل اكسس صوديوم بيوصل للديستال كونفوليوتد تيوبيول تقول له ايه، ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، ماشي، بيبقى جزء من الصوديوم تقول استنى بقى اقف عندك كده، تعالى يا صوديوم اعمل لك تاني ري ابزوربشن ان اكستشينج وذ البوتاسيوم و سام هيدروجين، يبقى هي بتبادل ما بين الصوديوم، بترجع صوديوم من الدم وتخرج مكانه في اليورين بوتاسيوم وهيدروجين، وبالتالي يحصل لص للبوتاسيوم والهيدروجين. كلام جميل جدا. طيب كده بص بص عشان ايه ما تتلخبطوش كده، ده الحاجه الاساسيه عندي. السايزايد دايريتك لما يجي يسالك بشكل اساسي السايزايد دايريتك بتعمل دايوريسيس ازاي، هتقول له كلمتين، ان هي بتوقف وبتعمل انهبيشن للصوديوم كلورايد كو ترانسبورت في الفيرست بارت اوف ذس كونفوليوتد تيوبيول، فتخرج صوديوم ومعاه ميه وكمان بيخرج كلورايد، تمام، وكمان الصوديوم لما بيوصل كتير في ذس كونفوليوتد تيوبيول تقول له رايح فين، تعالى هبدلك مع البوتاسيوم وخرج مكانك بوتاسيوم وشويه هيدروجين. طيب عشان هنحتاج الكلام ده قدام، عشان انا بقول لك اهو انت اللي هتقول لوحدك، لما تخرج صوديوم كتير احنا فين اهو، لما تخرج صوديوم عن طريق تخرج صوديوم فلورين، ماشي، لما تخرج صوديوم كتير يبقى انا كده عملت ايه، عملت هايبر ناتريميا ولا هايبو ناتريميا، صح، عملت هايبوناتريميا، الصوديوم اللي في الدم قل، تمام. لما اخرج كلورايد كتير هل كده عملت هايبر هايبر كلوريميا ولا هايبو كلوريميا؟ لا، عملت هايبو كلوريميا عشان ما بقاش عندي كلورايد في الدم، عظيم. طيب لما بدلت ما بين الصوديوم وشويه وبوتاسيوم وهيدروجين يبقى انا كده خرجت بوتاسيوم وهيدروجين ورجعت الصوديوم شويه شويه صوديوم، رجعت شويه صوديوم يا جماعه، الاكستشينج ده علشان مش كل الصوديوم يخرج، مش كل الصوديوم اللي في جسمي يخرج، عشان ارجع شويه صوديوم من الدم، ده مش معناه ان انا ما عملتش هايبوناتريميا، ماشي، يبقى عملت هايبوناتريميا بس ما ده في نفس الوقت انا رجعت شويه صوديوم من الدم،
ماشي، بس في نفس الوقت الصوديوم قل في جسمي يعني المعدل الطبيعي. تمام. طيب لما نزلت البوتاسيوم في اليورين ونزلت الهيدروجين في اليورين، يبقى انا كده عملت ايه في الدم؟ عملت في الدم هايبوكاليميا، تمام، وعملت في الدم الكالوزس، صح، عشان نزلت الهيدروجين ما بقاش عندي هيدروجين في الدم فعملت الكالوزس. عظيم جدا. طيب يا سيدي، ده بالنسبه للاكشن الاساسي بتاع الثيازات. قال لك الثيازات ممكن تعمل حاجه كمان، قال لك ممكن تعمل انهبيشن للري ابزوربشن بتاع المغنيسيوم. بتيجي على المغنيسيوم وتقول له يا مغنيسيوم ما ترجعش للدم، انا عايز انزلك في اليورين، فتنزل المغنيسيوم في اليورين، فتعمل ايه في المغنيسيوم؟ تعمل هايبو مغنيسيميا، كميه المغنيسيوم اللي في الدم تقل عشان نزلته في اليورين. تمام. قال لك هي بتعمل انهبيشن للاكسكريشن بتاع الكالسيوم وبتزود الابزوربشن بتاعه، يعني هي بتمنع ان الكالسيوم يخرج في اليورين، بتنهبت الاكسكريشن بتاع الكالسيوم وبالتالي بتزود الري ابزوربشن بتاعه، فبتحتفظ بالكالسيوم جوه الدم، وبالتالي هي بتعمل هايبو ولا هايبر كالسيميا؟ صح، بتعمل هايبر كالسيميا عشان بتزود الري ابزوربشن بتاعه وبتمنع الاكسكريشن. جميل، اصبر عليا انا هجمع لك الكلام ده كله في الاخر بس تفهم. بتقلل التيوبولار سكريشن اوف يوريك اسيد، برضو بتقلل ان خروج اليوريك اسيد وبالتالي بتزود اليوريك اسيد في البلاد. طيب لما تزود اليوريك اسيد في البلاد هتعمل لي هايبو ولا هايبر يوريسيميا؟ صح، هتعمل لي هايبر يوريسيميا علشان قللت السكريشن بتاعه، قللت خروجه في اليورين وزودت وجوده في البلاد. تمام. ما هو هو نسبه، يعني ايه، حاجه قصاد حاجه، ما دام زودت خروجه في اليورين يبقى قللت كميته في البلاد، زودت كميته في البلاط ومنعت خروجه في اليورين يبقى انا قللت كميته في اليورين. كلام بديهي قوي. طيب قال لك كمان الثيازيدوريتكس بتقلل الانسولين ريليز وبالتالي بتزود الجلوكوز ان ذا بلاط. احنا عارفين طبعا من زمان ان الانسولين ده المحارب الاول للجلوكوز في الجسم، طالما في انسولين كتير يبقى الجلوكوز دخل الخلايا وما بشوفوش في البلاط. عظيم جدا. طب ما ده ما فيش انسولين خلاص هلاقي جلوكوز كتير في البلاط، يبقى هي الثيازيدز بتقلل الانسولين ريليز وبالتالي بتزود الجلوكوز ان ذا بلاط. طيب قال لك كمان هي بتزود البلاد كوليسترول اند تراي جليسرايدز، بتزود البلاد كوليسترول اند تراي جليسرايدز اللي هي الايه، دي دهون. تمام. وبالتالي لما تزود الكوليسترول في البلاد والتراي جليسرايدز هتعمل ايه، هايبر ولا هايبو اسمها ليبيديميا؟ صح، هايبر ليبيديميا. عظيم. كمان الثيازيدز ليها انتي دايوريتك اكشن. ازاي بقى انتي دايوريتك اكشن؟ مش انت بتقول ان الثيازيدز دي اصلا بستخدمها عشان اعمل دايوريسز، يعني هي دايوريتكس، ازاي بقى ليها انتي دايوريتك اكشن؟ قال لك الثيازيد ده يا سيدي بمرور الوقت لما بتستخدمها لمده طويله هي عماله بتنزل في ميه، بتنزل في ميه، بتقلل الفوليوم بتاع البلاد اللي عندك، عماله بتنزل في ميه بقى. تمام. فهي ثيازيد لما تستخدمها لمده طويله كده مبقاش عندك ميه في جسمك، فهيقل الرينال بلاد فلو. بعد ما كانت ان هي بتزود المية في اليورين تمام، فهي بقى مرة في مرة خرجت يورين كتير، خرجت مية كتير، فقللت لي رينا بلوت فلو، حجم الدم بتاعك قل، وكمان وبالتالي مدام قل رينا بلوت فلو هيقل الجلومير فلتريشن ريت، وبالتالي الانتي دايريتك يا ربي الثيازات عندها انتي دايريتك اكشن. هتقول لك لما يجيك في ترو فولس يقول لك هل الثيازات ليها انتي دايريتك اكشن او ليها بارادوكسيكال اكشن، هتقول له ليها بارادوكسيكال اكشن، هي انتي دايريتك علشان هي بمرور الوقت بتقلل رينال بلاد فلو وبتقلل الجلومير فلتريشن ريت. تمام كده. طيب يبقى كده قبل ما نخش في النقطه اللي جايه عشان فيها شرح شويه عشان ما نتوهش من بعض، انا راجع تاني نقول الانتي الثيازيدز دي بتشتغل كالاتي. الثيازيدز دي بتشتغل كالاتي، احنا عرفنا النقطه الاولانيه والنقطه الثانيه. تمام. عندي بقى من اول هنا كده دي كلها حاجات على بعضها، ان هي بتقلل الابزوربشن بتاع المغنيسيوم وبالتالي بتعمل هايبو مغنيسيميا، دي الوحيده اللي هايبو في الدم، هايبو مغنيسيميا. ماشي. طيب بعد كده بقى بتزود الكالسيوم في البلط فتعمل هايبر كالسيميا، بتزود اليوريك اسيد في البلط فتعمل هايبر يوريسيميا، بتزود بتقلل الانسولين وبالتالي بتزود الجلوكوز في البلط فتعمل هايبر جلايسيميا، بتزود البلط كوليسترول والترايجليسرايد فتعمل هايبر ليبيديميا. ماشي. يبقى كل ده هايبر، كل ده هايبر. ماشي. ما عدا المغنيسيوم هيبقى هايبو مغنيسيميا عشان بتزود الاكسكريشن بتاعه، بتقلل يعني الريابزوربشن بتاعه، وطبعا احنا عارفين بتعمل هايبو ناتريميا وهايبو كاليميا وايه والكالوزس عشان بتخرج الايه الهيدروجين. كلام جميل، كلام جميل. نخش بقى على النقطه اللي جايه، وهو بيقول لك ان الثيازيدز ليها انتي هايبرتنسيف اكشن. انتي هايبرتنسيف اكشن، احنا عارفين ان الهايبرتنشن ده يعني ارتفاع ضغط الدم نتيجه ان الفوليوم بتاع البلط عالي.
تمام. طيب انا دلوقتي كدايوريتك اكيد هيبقى ليا انتي هايبرتنسيف اكشن، علشان انا بسحب الميه من الجسم، بنزل الميه في اليورين، تمام. طيب قال لك هي لها انتي هايبرتنسيف اكشن لثلاث اسباب، لثلاث اسباب. انا السبب اللي قلته ده السبب البديهي او اللي هيجي في دماغك اول حاجه، في اسباب تانية. قال لك يا سيدي انا كسايزايد بعمل ايه بشكل اساسي؟ قلت لك احفظ ان هو بيخرج الصوديوم بره الجسم، صح كده؟ صح. طب انا دلوقتي لما اقلل الصوديوم جوه جسمي بعمل هايبوناتريميا، لما اقلل الصوديوم جوه جسمي هعمل ايه؟ قال لك ده هيأثر على السنسيتيفيتي بتاعه الفاسكولار سموث ماسلز تو فازوبريسور ايجنتس، اللي هو زي النور ابنفرين يعني، بسبب نقص الصوديوم كونتنت. ايه بقى الخزعبلات دي؟ مش خزعبلات ولا حاجه. بص كده يا سيدي، ادي بلود فيسل اهو، ماشي. تعالوا نرسمه بالاحمر عشان شكله كده مش حلو، ماشي. ادي بلود فيسل اهو، تمام. رايح فين دلوقتي؟ انا عندي في هنا دي سموث ماسلز بتاعه البلود فيسل، عشان بقى تقعد تعمل لي فازو كونستريكشن وفازو ديليتيشن على حسب الحاجه اللي انا عملت بيها ستيميوليشن يعني. طيب يبقى انا عندي هي دي الماسلز بتاعه الايه، بتاعه البلود فيسل، اللي عشان بتعمل لي فازو كونستريكشن وفازو ديليتيشن على حسب. طيب انا عندي بقى لما يجي الفازو بريسور ايجنت زي مثلا نور ابنفرين، يجي النور ابنفرين يشتغل على الماسل يقول لها يا ماسل اعملي كونتراكشن علشان تضيقي الوعاء الدموي، وتعملي فازو كونستريكشن عشان ترفعي الضغط، تمام. تيجي بقى النور ابنفرين يشتغل، تقوم الماسل عشان تشتغل وتعمل كونتراكشن بتحتاج صوديوم، زي ما احنا عارفين من الفسيولوجي قبل كده، عشان الماسل يحصل كونتراكشن بتحتاج صوديوم، ولما ما تلاقيش صوديوم في الدم تشتغل بيه عشان حصل هايبوناتريميا من الثايزايد، يبدا ان ما يحصلش فازو كونستريكشن ولا حاجه، والوعاء الدموي ما يضيقش، صح. وبالتالي هي كده عملت نقص، نقصت السنسيتيفيتي بتاعه الفاسكولار سموث ماسلز للفازو بريستور ايجنت، ما بقتش تستجيب للفازو بريستور ايجنت عشان مش لاقيه صوديوم تشتغل بيه وتستجيب للامر، تمام. وبالتالي هي كده عملت انتي هايبرتنسيف اكشن. انا كنور ابنفرين كنت جايه عشان اقولها تعمل هايبرتنشن علشان تعمل فازو كونستريكشن، تعمل هايبرتنشن، وبالتالي انا ما عنديش صوديوم اشتغل بيه، ما عنديش صوديوم اضايق بيه الوعاء الدموي، خلاص انا مش هستجيب لامرك يا نور ابنفرين. اتفهمت الحته دي؟ مش عليك كل التفاصيل دي، انا بس حبيت افهمها لك ومش هقولها تاني، تمام. طيب تاني حاجه، بتزود السينثيسيس اوف الفازو دايليتور بروستاجلاندز، يعني اول حاجه انها بتعمل انتي هايبرتنسيف اكشن عشان بتمنع بتقلل السنسيتيفيتي بتاعه الفاسكولار سموث ماسلز للفازو بريستور ايجنتس، وتاني حاجه بتزود السينثيسيس بتاع الفازو دايليتور بروستاجلاندز، بتزود سينثيسيس بتاع الحاجات اللي بتعمل فازو دايليتيشن للوعاء الدموي، وبالتالي احنا عارفين لما يحصل فازو دايليتيشن هيحصل انتي هايبرتنسيف اكشن، عشان الهايبرتنشن بيبقى بسبب الفازو كونستريكشن. طيب جميل جدا. تالت حاجه ليها، عشان طبعا هي انتي هايبرتنسيف عشان ليها دايريتك اكشن، وده الحاجه اللي انا قلتها لك في الاول، وقلت لك دي اول حاجه هتيجي في بالك، بس قال لك ان ده ليس امبورتنت، قال لك ان ده ليس امبورتنت. يبقى انا دلوقتي عشان اجمع الميكانيزم بتاع الثايزايد، بصوا يا جماعه ميكانيزم الثايزايد ده اكتر واحد هنلغي فيه، بعد كده ميكانيزم اللوب دايريتكس هو التيبيكال بتاع الثايزايد، ما فيش الاختلاف في نقطتين ثلاثه بس، فاحنا بعد كده هننجز سريعا، ماشي. بس انا بفهمك الدنيا هنا دلوقتي الاول بشكل كامل علشان بعد كده ننجز. يبقى انا دلوقتي عندي ميكانيزم اوف فارماكولوجيكال اف او الفارماكولوجيكال افكت بتاع الثايزايد، ان هي بتخرج الصوديوم والصوديوم بالتالي بيسحب معاه ميه، بتخرج الكلورايد بتعمل هايبو ناتريميا، هايبو كلوريميا، و بتبدل لما يوصل الصوديوم كتير في الديستال كونفيتو تيبيول، بتبدل شويه صوديوم مع بوتاسيوم وهيدروجين فتعمل هايبو كاليميا، وبتقلل الهيدروجين فتعمل الكالوزس، كمان بتنهبت الري ابزوربشن بتاع المغنيسيوم، وبالتالي بتخرج مغنيسيوم في اليورين فتعمل هايبو مغنيسيميا. ده كل الهايبو اللي عندنا خلص اهو، كل اللي جاي ده هايبر، ماشي. طيب بتعمل هايبر كالسيميا عشان بتزود الري ابزوربشن بتاع الكالسيوم، بتعمل هايبر يوريسيميا، بتعمل هايبر جلايسيميا، وبالتالي وبرده بتعمل هايبر ليبيديميا، بتزود الليبيدز زي الكوليسترول والترايجلسرايد. كمان ليها انتي دايريتك اكشن، قلنا لك الله ازاي، قلنا علشان بتقلل الرينا بلود فلو تدريجيا، كل ما بستخدمها بتخرج يورين اكتر، كل ما تخرج يورين اكتر كميه اليورين الميه اللي في جسمي بتقل، فبيقل حجم البلود، وبالتالي بيقل الرينا بلود فلو، بيقل الجلوميرال فلتريشن ريت، وده بعد فتره من استخدام الثايزايد. بعد كده ليها انتي هايبرتنسيف اكشن لثلاث اسباب، ما عنديش صوديوم كويس اعمل بيه فازو كونستريكشن المسلز لما يجيلي الامر من النور ابنفرين، وبالتالي انا مش هستجيب، هيقل السنسيتيفيتي بتاعه الفاسكولار سموث ماسلز للفازو بريسور ايجنت، وبالتالي مش هعمل تضييق للوعاء الدموي، فانا هشتغل كانتي هايبرتنسيف اكشن. تاني حاجه هزود السنسز اوف فازو ديليتور بروستاجلاندين، وبالتالي هعمل
فازو دايليتيشن، يبقى انا مش هعمل فازو كونستريكشن وهعمل فازو دايليتيشن، فانا كده عملت انتي هايبرتنسيف اكشن. وطبعا عشان انا دايوريتك فبخرج ميه، الفوليوم بتاع البلاط بتاعي مش كبير بس ده ليس امبورتنت ايجنت. تمام كده الميكانيزم بتاع الثيازايد زي الفل، وكل اللي جاي في الثيازايد قائم على هذا الميكانيزم. طيب انا بعد ما عرفت الميكانيزم هعرف انا هستخدم الثيازايد في ايه. قال لك اول حاجه هتستخدم الثيازايد علشان تعالج بالاديما. قال ايه هي الاديما دي؟ قال لك الاديما من زمان عارفين ان هو تجمع الميه في ما بين الخلايا تحت الجلد، صح؟ في ميه ما بين الخلايا بتاعتي تحت الجلد بتاعي وبتتجمع وبتعمل لي ايه، ورم، حاجه زي حاجه حته مورمه كده في العضو بتاعي. ماشي طيب بستخدمه عشان اعالج الاديما انهي نوع؟ قال لك المودريت، هي يا ربي ليها مودريت دايريتك افكت، المودريت اديما، يعني المودريت اديما مش الاديما السيفير قوي، علشان قدام هناخد اللوب دايريتكس اللي هي دي بقى اللي لها علاقه بالسيفير اديما. ماشي طيب قال لك بعالج الاديما اللي هي بسبب ايه، عندي بسبب كاردياك اديما يعني مثلا، او هيباتيك اديما، او رينال اديما. كلام سهل خالص ومش محتاج اعاده. تاني حاجه بستخدمها علشان اعالج الايه، الهايبرتنشن. طبيعي ما احنا لسه كنا عاملين بنلغي بنقول ان ليها انتي هايبرتنسيف اكشن. طيب بعالج الهايبرتنشن اني نوع؟ قال لك المايلد هايبرتنشن والمودريت هايبرتنشن، المايلد والمودريت هايبرتنشن. عظيم جدا. طيب تالت حاجه قال لك بستخدمها علشان اعالج الرينال ستونز. فاكر يا سيدي لما كنت بقول لك ان هي بتقلل السكريشن بتاع الكالسيوم وبتزود الري ابزوربشن بتاعه، وبالتالي بتزوده في الدم، بتعمل لي هايبر كالسيميا وبتقلله في اليورين، فبتعمل لي بتعمل لي هايبو كالسيوريوم كالسيوريا هايبو، مش لازم تعرفوها مش عارفه انتهى اصلا. المهم ان هي بتخرجش الكالسيوم في اليورين، ده اللي احنا عارفينه، انها بتحافظ على الكالسيوم في الدم وما بتخرجوش في اليورين. وبالتالي انا لما يكون عندي رينال ستونز، حصوات في الكلى، الحصوات دي بتكون نتيجه ايه؟ بتكون نتيجه ان حصل هي هايبر كالسيوريا، هي دي اللي ما كنتش عارفاها، هايبر كالسيوريا. بيكون عندي هايبر كالسيوريا، الكالسيوم مرض كده معين في الجسم بيجي للانسان، بيجي ايه، الكالسيوم بيخرج كتير في اليورين، ولما الكالسيوم يخرج كتير في اليورين يحصل له ديبوزيشن، يقعد يترسب لحد ما يعمل ايه، حصوات كده بيضه زي ما انتم شايفين كده. الحصوات دي بسبب ترسب الكالسيوم. فانا لما الاقي عيان عنده هايبر كالسيوريا ابدا ان انا اديله ثيازايد دايوريتك. ليه؟ عشان هو بيمنع خروج الكالسيوم في الايه، في اليورين، وبالتالي هيمنع تكون الحصوات. كلام سهل جدا وبسيط. طب ايه ايديوباثيك؟ ايديوباثيك يعني غير معروف السبب، غير بيقول لك انا مش عارف هو ليه الهايبركالسيوريا بيحصل، يعني او ليه بيتم ترسيب الكالسيوم، بس هو حصل بيتم ترسيب الكالسيوم، فانا بستخدم ايه، ثيازايد دايوريتكس. اخر حاجه بستخدمها في علاج الدايابيتس انسيبيدس، خدتوها في الفسيولوجي ومش عارفه لسه تاخدوها بس غالبا خدتوها. يعني ما هي دايابيتس انسيبيدس؟ ده عكس، مش عكس، هو ملوش علاقه بدايابيتس منس بس خد الاسم بس كده عشان المنظر. دايابيتس انسيبيدس بيبدا فيه ايه، الانسان في الدايابيتس انسيبيتس ده، الدايابيتس انسيبيتس ده مرض بيأثر على شغل الاي دي اتش، وبالتالي بيخلي العيان عنده بوليوريا وبوليديبسيا. بوليوريا يعني بينزل يورين كتير، وبوليديبسيا يعني بيعطش كتير، وان العيان يخش الحمام كتير ويعطش كتير، دي اعراض الشخص اللي عنده دايابيتس ميليتس، اللي عنده مرض السكري. فعشان كده خدوا منها الاسم دايابيتس، وبعدين حطوا انسيبيتس تدل على المشكله اللي بتحصل في الاي دي اتش. تمام يبقى انا بستخدم الثيازايد دايوريتكس علشان اعالج الدايابيتس انسيبيتس. ليه؟ هنا بيبقى عندي بوليوريا وبوليديبسيا، فعلشان الثيازايد دايوريتكس عندها انتي دايوريتك افكت، فاكرين لما قلنا ان هي بطول الاستخدام بتنقص الرينال بلود فلو والجلومير فلتريشن ريت. تمام يبقى عشان الانتي دايوريتك افكت بتاعها ده بستخدمها في علاج الدايابيتس انسيبيتس. تمام كده يا سيدي، وما تسألش نفسك التفاصيل اكتر من كده، عشان لو وصلت في تفاصيل اكتر من كده مش هتخلص. ماشي يبقى انا دلوقتي الثيرابيوتيك يوزز بتاعه الثيازايد ايه، انها بتعالج الاديما علشان ليها دايريتك افكت، بتفضي الميه اللي في جسم الاديما اللي بسبب كارديك او هيباتيك او رينال. تاني حاجه بتعالج الهايبر تنشن، ماشي، عشان ليها انتي هايبرتنسيف افكت. تالت حاجه بتعالج الرينال ستونز اللي بتكون ناتجه عن الايديوباثيك هايبر كالسيوريا، ان في كالسيوم كتير بيخرج في اليورين بس مش عارفين سببه، فبعالج الموضوع ده بالثيازايد علشان هي بتمنع خروج الكالسيوم في اليورين. بعد كده بعالج بيها الدايابيتس انسيبيدس عشان هي عليها انتي دايوريتك افكت بطول الاستخدام. تمام كده، كده خلصنا الثيرابيوتيك يوزز، سهله خالص اهي. بعد كده هنتكلم عن السايد افكتس بتاعتها. السايد افكتس دي بقى سهله جدا وانتوا اللي هتستنتجوها لوحدكم، مش فيها كلمه جديده. اول حاجه بتعمل لي هايبوكاليميا، صح ولا مش صح؟ عشان بتستبدل الصوديوم بالبوتاسيوم وتخرج البوتاسيوم بدل الصوديوم في اليورين. تاني حاجه بتعمل لي هايبوناتريميا، صح؟ تمام. تالت حاجه بتعمل لي
بتعملي هايبوكلوريميك الكالوزس. هايبوكلوريميك ليه؟ علشان بتخرج الكلورايد في اليورين صح. طب والكالوزس ليه؟ مش احنا قلنا انها بتخرج الهيدروجين بدل الصوديوم؟ تمام. فلما تخرج الهيدروجين تعمل لي الكالوزس، بعد كده تعمل لي هايبر يوريسيميا، وده بيعمل ورسن للجوت بالراحه. هايبر يوريسيميا ليه؟ هايبر يوريسيميا صح عشان هي بتزود اليوريك اسيد في البلد، فتعمل لي هايبر يوريسيميا. جميل جدا. طب وده بيعمل وورسنينج للجوت ليه؟ ايه هو الجوت؟ الجوت هو مرض النقرس. مرض النقرس ده يعني مرض التهاب المفاصل، بيكون المرض ده من ضمن اسبابه زياده اليوريك اسيد في الدم. طب حلو قوي، انا لو عيان عنده جوت جيت اديته ثايزايد، دي حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا طبعا حاجه وحشه. ليه؟ علشان حضرتك هو عنده اساسا زياده في اليوريك اسيد، تقوم انت مديله الثايزايد اللي هو بيزود اليوريك اسيد، وبالتالي هو من ضمن السايد افكتس بتاعتها انها بتعمل هايبريسيميا، وبالتالي بتسوق حاله مريض الايه، مريض الجوت. بعد كده تعمل هايبر ليبيديميا، احنا قلنا ان هي بتزود البلد كوليسترول والترايجلسرايد صح. طيب بعد كده بتعمل لي بتقلل الرينال بلاد فلو، قلنا ان احنا مع مرور الوقت بيحصل انتي دايريتك افكت فبتقلل الرينال بلاد فلو. بعد كده بتعمل هايبر كالسيميا، وفي فرق يا جماعه ما بين الهاي الكالسيميا والكاليميا. كاليميا يعني بوتاسيوم، كالسيميا يعني كالسيوم ماشي. بتزود الكالسيوم في الدم عن طريق انها بتمنع الاكسكريشن بتاعه، بتزود الري ابزوربشن بتاعه، فبتعمل لي هايبر كالسيميا. بعد كده بتعمل لي هايبر ليها هايبر سنسيتيفيتي اكشن سبيشلي وذ سلفونامايد. بص سايزايت في من ضمن تركيبها بتركب من حاجه اسمها سلفونامايد، والسلفونامايد بيحصل منها هايبر سنسيتيفيتي تمام. بس يبقى هي ليها هايبر سنسيتيفيتي اكشن خاصه مع الايه، مع السلفونامايد. ده تركيب من تركيب الثايزايد يعني. بعد كده بتعمل لي هايبومغنيسيميا، ودي حاجه منطقيه عشان احنا قلنا برضو ان هي بتزود بتقلل الري ابزوربشن بتاع المغنيسيوم، وبالتالي بتزود خروجه في اليورين فتعمل لي هايبومغنيسيميا. بعد كده انها بتعمل جي اي تي ديستربنس. بصوا جي اي تي ديستربنس دي كلمه الزقها كده في اي دواء سايد افكتس بتاعته جي اي تي ديستربنس، اي دواء معروفه يعني شويه نوزيا فوميتنج بتاع حاجه كده يعني. طيب فيتو توكسيك سايزايدز فيتو توكسيك، يعني ايه فيتو توكسيك؟ فيتو جاي من فيتس اللي هو الجنين، وتوكسيك جاي من توكسيستي تسمم، بتعمل تسمم للجنين او بتعمل تيراتوجينيسيتي. تيراتوجينيسيتي يعني تشوه تمام. فالسايزايد ليها تيراتوجينيك افكت ايوه، وبالتالي ينفع اديها ست حامل؟ لا طبعا. جميل جدا. كمان بتعملي حاجه اسمها بلاد ديسكريزيس. دي هي كلمه هلاميه. يعني ايه كلمه هلاميه؟ كلمه ملهاش معنى سبيسيفيك، هي كلمة تدل على ان في مشكلة وخلاص، في ديفكت، في حاجة غلط. لما اقول blood discrisis يعني معناها ان في مشكلة في الدم. زي ايه مثلا؟ زي ان السايزات ممكن يأثر مثلا على حاجة في كرات الدم، زي انه يعمل اجرانيولوسايتوزس. ايه يعني مفيش جرانيولوسايتوزس؟ جرانيولوسايتس عارفين في نوع من انواع كرات الدم البيضة اسمها جرانيولوسايتس، كرات كده جواها دخلايا جواها جرانيولز، وبالتالي بيعمل لي اجرانيولوسايتوزس يعني مفيش جرانيولوسايتس ماشي. ممكن يعمل نقص في الجرانيولوسايتس في الجسم، ممكن مثلا يغير شويه اشكال، يحصل ديفورميتي في السيلز بتاعه البلد. بصوا كلمه البلد سكريز دي في مشاكل في البلد، السايزات بيعمل مشاكل في البلد. ايه بقى المشاكل في البلد دي؟ ما توجعش دماغك اصلا الدكتوره ما قالتهاش ماشي. يبقى انا دلوقتي ايه السايد افكتس اللي عندي؟ هايبوكاليميا، هايبوناتريميا، هايبوكلوريميك الكالوزس، وبيقلل الرينال بلاد فولو بالانتي دايريتك افكت بتقول الاستخدام. ادي الحاجات الهايبر، وعندي هايبومغنيسيميا كمان. لو تلاحظ الهايبر انا عاملاها بالاخضر، والهايبر الحاجات الهايبر عاملاها بالايه، بالبرتقالي، والحاجات اللي هي الهايب والهايبر عاملاها بالازرق عشان تسكن. بصوا انت وانت بتذاكر، ممكن لو انت مش بتعرف تذاكر من الداتا على طول، طبعا الداتا فيها كل حاجه مكتوبه في الكتاب وداتا الدكتوره الاثنين ماشي. فانت لو مش بتعرف تذاكر من الداتا او كده، وبتحب تذاكر من ورق او من الكتاب، فممكن تبقى تفتح الداتا قدامك تاخد منها الالوان دي تفتكر بيها اكتر ماشي. بتعمل هايبر ليبيديميا، هايبر كالسيميا، هايبر يوريسيميا، هايبر سنسيتيفيتي، وبتعمل جي اي تي ديستربنس وفيتو توكسيك وبلاد ديسكريزس. اهم حاجه في الحاجات دي اللي هي في الزرقاء، اي حاجه اهم حاجه في الحاجات الزرقاء هو الفيتو توكسيستي ماشي، عشان مش بديها للناس البريجننت. سهل كده الكلام؟ فاضل حتتين بصوت في السايزايد وكده السايزايد يخلص. الحته اللي بعد كده بسم الله هي الكونترا انديكيشنز. الكونترا انديكيشن انت اللي هتقولها مش انا اللي هقولها. اول حاجه ما تديهاش الناس عندهم ليفر ديزيز. بصوا اي دواء في الكون ما ينفعش تديه لحد عنده ليفر ديزيز او عنده رينال ديزيز، علشان احنا عارفين ان الليفر
والكني هما المصفيتين بتوع الحاجات ادويه في الجسم. الليفر بيعمل بيظبط الدواء قبل ما يوديه على الكني عشان يخرجه. فشخص عنده ليفر ديزيز وشخص عنده كني ديزيز ما ينفعش اصلا ياخدوا اي دواء، فما بالك بالسايزايد بقى. السايزايد ما ينفعش. طب ليه؟ اشمعنى برضو السايزايد برضو يعني ما ينفعش يتاخد في الليفر ديزيز؟ غير اللي انا لسه قايلاه ان كمان السايزايد، قلنا يعني لما بحثت عن الموضوع لقيت ان من ضمن المشاكل بتاعته ان هو بيعمل انجري للليفر، وبالتالي هو ممكن يعمل انجري للليفر. واما انا مدي العيان عنده ليفر ديزيز فكده حرام يعني. تمام، يبقى اول حاجه في الكونترا انديكيشن اوعى تدي العيان ليفر ديزيز. تاني حاجه ما ينفعش تدي مع الديجيتاليز ولا الكورتيكوستيرويدز. طيب ليه؟ ادويه الديجيتاليز والادويه اللي هي الكورتيكوستيرويدز دي الاثنين من ضمن الحاجات اللي بيعملوا هايبوكاليميا. تمام، طيب وايه المشكله؟ قال لك ما استنى، ما انا لسه قايل لك ان السايزايد بيعمل هايبوكاليميا. طب هايبوكاليميا مع هايبوكاليميا هيزود التوكسيستي صح؟ لما الاقي قد ايه دواء بيعمل هايبوكاليميا والدواء التاني اللي هو السايزايد بيعمل هايبوكاليميا، يبقى خلاص انا كده عملت هايبوكاليميا جامد في الجسم وعملت توكسيستي من الدواء. تمام، وبالتالي ما ينفعش ادي السايزايد مع الدواء لا الديجيتاليز ولا الكورتيكوستيرويدز عشان هما بيعملوا هايبوكاليميا زي بعض. بعد كده ما دهوش الناس عندهم جود نقرس، ادي التهاب المفاصل زي ما قلت لك، المفصل ملتهب اهو وبيبقى سوالن منفوخ كده وبيوجع ومحمر، ده النقرس وقلنا بسبب زياده اليوريك اسيد. تمام جدا. بعد كده ما ينفعش تدي لحد عنده دايبيتس ميليتس. طيب ليه يا سيدي؟ مش احنا لسه قايلين ان الثايزايد بيزود الجلوكوز في الدم؟ حلو، عشان ايه؟ عشان بيقلل السكريشن او بيقلل الانسولين في الجسم وبالتالي بيزود الجلوكوز. فما دام بيزود الجلوكوز ما ينفعش ادي العيان سكر، هو اصلا عيان السكر عنده جلوكوز بزياده فما ينفعش ادي العيان السكر. طيب ما ينفعش اديله الناس عندهم رينال ديزيز زي ما احنا قلنا. كمان ما ينفعش اديله لحد لوحده بيرجننت لسه قايلين، علشان هو فيتوتوكسيك بيعمل تيراتوجينستي للطفل. يبقى انا لما اجي الم الدنيا واقول لك ايه الكونتر اندكيشنز بتاعت السايزايد، هتقولي ان هو ما ينفعش ادي العيان ليفر ديزيز ولا مع ديجيتاليز ولا كورتيكوستيرويد عشان بيعملوا هايبوكاليميا، ولا مع جاوت علشان الهايبيوريسيميا، ولا مع الدايبيتس ميليتس عشان الهايبر جلايسيميا، ولا مع الرينال ديزيز، ولا مع البريجننسي. تمام كده، عشان بيعمل فيتوتوكسيستي. طيب اخر حته عندي في السايزايد وهي البريباريشنز، ايه هي الادويه بتاعه السايزايد؟ بص يا سيدي، انا عندي السايزايد بيتقسم لي شورت اكتنج بريباريشن ولونج اكتنج وثايزايد انالوج. الشورت اكتنج يعني ادويه بتقعد في الجسم حبه صغيره، او الاكشن بتاعها بيقعد حبه صغيره، وبالتالي دي انا بضطر اديها اكتر من جرعه في اليوم. اللونج اكتنج لا، بتتاخد وانس ديلي بس، تاخد مره واحده بس في اليوم علشان هي بتقعد في الجسم حبه طويله والاكشن بتاعها طويل. في بقى ثايزايد انالوج، الدواء ليه اكشن تاني غير الدايروسيس، بس هو برضو ليه اكشن شبه الثايزايد. ماشي، يبقى ده دواء شبه الثايزايد. ماشي، بس ده مش اكشن الوحيد انه بيعمل زي السايزايد، لا هو ليه اكشن شبه السايزايد. طيب اول حاجه الشورت اكتنج دراجز، شورت اكتنج، بص مش احنا بنتكلم في السايزايد؟ اه، يبقى انا عندي سايزايد وسايزايد، حط قبلها كلورو وهيدروكلورو.